صوت. אנחנו נלחמים עד לניצחון. אנחנו לא נעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה. השלמת חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. إن هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها. أما هدف استعادة أسراه فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبكة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب بأن مسار هذه القضية هو التبادل.